حقيقة الكيان الصهيوني وإيران هي بنفس العبارة، اثنينهم الآن هو من يخترق الأمن القومي العربي ومن يدمر الأمن القومي العربي ومن يعمل على تقويض الأمن القومي العربي في كل البلدان وليس فقط العراق. يعني كل الدول العربية اليوم إيران تعمل على تقويض الأمن القومي العربي بكل الاتجاهات، وهي تستهدف هذا الأمر، وهي جزء من الأدوات الفاعلة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في مشروع الشرق الأوسط الكبير. القضية أنه أبو الأردن يعني من حقه أنه أيضا يدافع عن أجواء مثل ما إحنا نريد سيادة لأجوانا. أيضا هو استنكر واستنكر أنه قعد ويا وزير الخارجية الإيراني، يعني لاحظنا وشفنا، وقال له بالمواجهة أنه إحنا راح نرد على أي خرق للأجواء العراقية للأجواء الأردنية من جهة العراق، وهذا من حقه يعني كدولة، هو من حقه أيضا يحافظ على سيادة بلده ويحافظ على سيادة أجواء. قضية إسرائيل، إسرائيل لحد الآن لم تستخدم الأجواء الأردنية في ضرب إيران أو ضرب العراق، هاي حقيقة. يعني إحنا كعسكر وإحنا نتابع، لأن عندك سوريا موجودة وعندك لبنان موجودة، وهاي يعني لبنان وسوريا اثنينهن أجواءهن الآن تخترقهن إسرائيل وعلني. والدليل أنه ضرب القنصلية الإيرانية كان مباشر من قبل إسرائيل في داخل العمق السوري، فضمن الأجواء السورية، فهي بتستخدم الأجواء الأردنية. هذا واحد. الشيء الآخر واللي هو أيضا مهم علينا، أنه لن يجي نتعامل بمكاييل خاصة وفقا لنظرية إيران في العراق. إحنا نعتبر إيران اليوم هي تقوض الأمن القومي العراقي من خلال استخدام أجواء، والدليل أنه هي استخدمت أجواءنا في ضرب إسرائيل. إحنا إذا كانت بين إيران وبين إسرائيل، إحنا راح نرفض رفض قاطع التدخل الإسرائيلي وتدخل الكيان الصهيوني في العراق، وأيضا تدخل إيران في العراق مرفوض. إحنا اليوم مدى نراعي مصالحنا هذا باتجاه معرفة الحقائق، يعني إحنا الحكومة مالتنا تغطي علينا بالحقائق، الاتجاهات الأخرى ما نعرفها. أنت تقول على زيارة السوداني والسوداني رحبوا بي وكذا، كالرازي همجر الرئيس الأفغاني تتذكر همجر هذا وحفاوة وتكريم، ورا شهرين سقط كالرازي وطلع. القضية أنه يعني لحد الآن ما يفهمون أنه أمريكا اليوم هي تسوي العدو الافتراضي، والدليل أنه ترى أمريكا هي اللي العامل المساعد في إنشاء فصائل الحشد، واللي سوت الحشد في عام 2014 بناء على الفتوى. ولكن إيران استغلت هاي الوضعية وتريد أنه بهاي العقلية اللي هي عقلية إيران أنه هي تتغلب على السياسة، تتغلب على المعطيات. أخي إحنا اليوم دا نتعامل اختصار لو سمحت، نعم، دا نتعامل مع قوة دولية. هاي القوة الدولية يعني مع الأسف إحنا اليوم ما نريد ندخل بحرب ملنا فيها لا ناقة ولا جمل. الآن أكو صراع إسرائيلي إيراني، هذا يخصهم. أما إحنا أجوانا تنتهك من قبل إسرائيل من قبل إيران بفحوى أنه إيران استخدمت أجوانا في 13 نيسان من في هذا الشهر. إذن إحنا بالنسبة إن لو كانت أكو الحكومة، وأنت تتذكر الحكومة العراقية يعني حتى رد معدها ولا استنكرت في دخول الطائرات الإيرانية إلى الأجواء العراقية، ولا استنكرت دخول الطوارئ العراقية الإيرانية إلى الأجواء العراقية.